كنوز معمارية تتألق في ولاية نزوى، تحكي إبداع الإنسان العماني عبر التأريخ وتألقه الهندسي بتشييد مبان تطاول السحاب وزخرفة مساجده ومنازله. وكم كان الإبداع حين أوصل الأفلاك لتخترق منازل الحارات بيتا بيتا. تقف قلعة نزوى وحصن نزوى مستكملة تلك المشاهد المعمارية، تنجلي للناظر إبداع فريد في القلاع العمانية وسط نسيج معماري تحيطها الأسواق والحارات القديمة والأفلاج والجوامع والمدارس التي خرجت علماء أفذاذ. القلعة والحصن كتلتان معماريتان لكل منهما تأريخ وحكاية. فالحصن الذي يظهر ملاصقا للبرج الكبير بناه الإمام الصلت بن مالك الخروصي في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، يضم بين مرافقه برزة الوالي وغرفة الإمام ومخازن التمور. أما قلعة نزوى فيمثلها البرج العملاق الظاهر للمشاهد عند زيارته لهذه الولاية، ويعد رمزا وشعارا لها. بناه الإمام سلطان بن سيف اليعربي في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر للميلاد، ويصنف اليوم كأضخم برج في العمارة الإسلامية. استغرق بناء هذا البرج 12 عاما، ويعد خير مثال لأبراج المدفعية التي ظهرت في عهد اليعاربة. لم يكن إقامة هذا البرج العملاق صفاً للحجارة، بل روعي في تصميمه استحكامات دفاعية منيعة جعلت الوصول إليه ضرباً من المجازفة عبر مدخل ضيق وحيد وأبواب سبعة على مساره المتعرج، زولت بساقطات الزيت والعسل المغلي وحفر التمويه لإعاقة المهاجمين. أولت الحكومة الرشيدة عناية بالموقع، حيث استغلت بعض أجنحته حديثا لإقامة متحف يحكي تأريخ ولاية نزوى والحياة الاجتماعية والاقتصادية لساكنيها. وهكذا تبقى قلعة نزوى بشموخها رمزا معماريا لهذه الولاية ومقصدا للزائر، مشكلة تناغما فريدا بين المدن العمانية، يطفي تجانسا في حضور الأسواق وحركة الباعة والمتسوقين.